ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن نوع من اغرب انواع الكلاب في العالم، وهو الباسنجي. اولا تاريخ النوع، بتنحدر سلالته من دولة الكونغو الديمقراطية، وبيرجع تاريخ السلالة تقريبا لسنة 1895، ولكن بيعتقد ان سلالته عمرها الاف السنين، ولكن دي السنة اللي هم حددوا فيها السلالة وسجلوها. ثانيا شكل النوع، شكل مميز، بتكون ودانه واقفة وديله ملفوف دايما، شكله بيكون قريب من الكلب البلدي، الوانه بتكون ابيض في بني او اسود في بني. ارتفاع النوع بيتراوح من 40 ل 43 سنتي، ووزنه بيتراوح من 9 ل 11 كيلو جرام، وبتكون شعرته قصيرة جدا وناعمة. ثالثا استخدامات النوع، كان بيستخدم كلب سيد للتخلص من القوارض المضرة بالمحاصيل، ولكن حاليا بيعتبر من افضل كلاب العائلات. رابعا سلوك النوع، كلب هادي جدا مش بينبح، ولكنه بيصدر اصوات شبيهة بالعواء زي الذئاب كده، ودي اميز صفة فيه. عنيد ولكنه ذكي، طاقته عالية وبيحب اللعب كتير. خامسا رأيي الشخصي، لو بتدور على كلب نادر وعندك خبرة بسيطة في الكلاب وعايز كلب ما يكونش صوته عالي وحجمه يكون متوسط ويكون طاقته مناسبة لأسلوب حياتك، فالباسنجي هيكون مناسب جدا ليك. شكرا للمشاهدة، أنا أراكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.